غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. ولدى وصول سيادته إلى العاصمة الكينية نيروبي، كان في استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في كينيا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي اتصالا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضيات الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة.